أهلا وسهلا من جديد مشاهدينا صباحا. معروف من مفاتيح النجاح الدوافع اللي بتكون دي والزول عشان يحقق مشاريعه على أرض الواقع. ما الدوافع بس، الدوافع إنك تضع بصمة على أرض الواقع شي صعب شديد، لكن أنت حتضع بصمة لو التزمت بهدفك، لو صبرت، لأن الصبر هو مفتاح الفرج، هو مفتاح كثير جدا للمشاريع اللي بتكون على الأرض البسيطة. شباب يافعين في بداية عمرهم كمان في الجامعات السودانية بمختلف تخصصاتهم، جاتهم فكرة إنه يعملوا مبادرة كبيرة تجمع الشباب ديل عشان يقدموا لنفسهم الكثير من خلال المشاريع اللي بيقدموها عشان يستفيد منها كمان المواطن السوداني وينمو دخل الفرد كمان ودخل المجتمع عموما. هنتعرف على المبادرة دي يا حسام من داخل السوداني. قلت أكيد لمسة إبداع، لمسة إبداع بتخلينا ندعم كلنا مع بعض. واحدة من الكلمات الجميلة لما تمشي السوق وعاوز تشتري أي منتج وتشوف الكلمة دي تكون مشجع إنه يكون ده خيارك الأول، صنع في السودان. نتمنى إنه لمسة إبداع بهذه المجموعة تكون بداية الطريق في هذا الاتجاه، لأن إحنا منتجاتنا صراحة مميزة جدا، ومنتجيننا برضو مميزين يعني في كافة أشكال المنتجات. عندنا الموارد المميزة عشان ما نصل إلى ما نريد أن نصل إليه. سعداء إنه تنضم إلينا رئيسة هذه المجموعة لمسة إبداع الشابة داليا محمد عوض. أهلا بك وأسعد الله كل أوقاتك. موجودة معكم. أهلا وسهلا داليا. كذا قبل ما ندخل معك في موضوع المبادرة ذا، الصباح معروف عند المبدع بيختلف، وخاصة مع المصمم والشخص اللي دائما بينظر بذائقة جمالية لكل تفاصيل الحياة. فالصباح عند الفنان بيكون زي زاوية نظر الشوفة العادية بالنسبة لنا إحنا، ولا بتختلف؟ أنا بالنسبة لي، أنا ما حتكلم عن الفنانين عموما لأنه كل زول له طقوسه الخاصة. لكن أنا بالنسبة لي صباحي ضحكة أمي، أخواني في البيت، لمتهم، جوتتهم من الصباح صحوكي، رغم أنك بتكوني نحسانة وما عايزة تصحي، كوباية القهوة اللي بتيجي تتشاكلوا فيها شكل عشان تقعدي بمزاج تعملي بها حاجة. فدي بالنسبة لي صباحي وإلهامي. أنت مبسوطة معنا مع الصباح لأنه صحي هناك بدري؟ أكيد أكيد أكيد. كوباية القهوة اللي شكلتي فيها ليلة ولا ما حصل؟ والله ما تشاكلت فيها، أختي ما فيش مع حبوب في الأكلة. فأنا القهوة ما من رواد شديد، لكن هي يعني عشان بتعمل الصباح فانا بكون مبسوطه انه انا ناقره فيها. فاول ما اشم كوبايه بكون بقعد بفكر انه انا داير اعمل كذا، فبكون مع نفسي فيها شديد. ممكن فكره تطلع من كوبايه قهوه يعني؟ اكيد طبعا. يلا عايزين فكره تستمر، عايزين الافكار تستمر. دائما نبدا موضوع هذه المبادره لما تكون للشباب في يعني وعاء جامع انه يقدموا مشروعاتهم من خلال هذه المبادره. لو كلمتينا عن الفكره دي عموما جات من وين؟ خاصة ان احنا في الجامعات مرات بيكون عندنا افكار لكن عشان نشجع وتنزل على ارض الواقع بتلاقي كثير جدا من الصعوبات يا داليا. طيب الفكرة دي بالنسبة لي زي ما بقولوا نمتي وحلمتي. انا دايما كنت بمشي بازارات بشوف البنات، فبقيت بحتك بيهم شديد في البازارات، بالذات الفترة الاخيرة لانه كانت البازارات مخصوصة للبنات اكثر حاجة. يعني بعد الاحداث كانت البنات بتعمل بازارات براها، فبقيت امشي واشوف. فلما تعرفت عليهم وخشيت جواهم ان البنات ديل اكثر يعني الفئه الموجوده اغلبيتها طلبه او كلهم طلبه بكونوا. فالوحده بتحنن تجي تقعد من الصباح في البازار لحد المساء بتحنن اليد ب 30 40 جنيه، في حين انه لما تكون حنتلاقي 10 15 وحده ممكن تكون دفعت رسوم الجامعه من القروش بتاعت الحنه دي ممكن، وفي يوم واحد او يومين يعني بازار امتد يومين ثلاثة انت بتكوني سددتي برسوم جامعتك، كفيتي مصاريفك طالع ونازل انك ما تحتاجي الزوجة تقولي عايزة. واغلبيتهم اهلهم ما فيشين في الاغاليم، هم موجودين هنا في داخليات في سكن، فمحتاجين الحاجة دي، بتكوني كفيتي ايجارك، بتكوني كفيتي غيره. فتعرفت عليهم وبقينا صحبات، احساس انه يا اخي احنا معانا. فبقينا نفكر انه قعدت مع نفسي انه طيب انا اصلا بعمل اكسسوري هاند ميد، فقعدت انه يا اخي الحاجه دي طب ليه انا ما افكر انه الم الناس دي كلها. ودي بسبب واحده من صحباتنا قالت لي يا اخي انا قطعت مصاريف جامعه، قطعت قروش بتاعت جامعه رسوم وكذا، امتحاناتي جايه علي. نعم. تلاقي يا زوله ما تشيلي هم بتتسهل. فانا فاكره الموضوع كان بسيط شديد صراحه، لكن الموضوع بقى كبير شديد. والحمد لله الحمد لله الحمد لله يعني عندي الناس اللي وقفت معي وخطتوا معي على ارض الواقع. فعليا كنت مجرد فكره بالنسبه لي، لكن الفكره انت في راسك، لكن منو اللي بخط عليك في الوضع؟ انت تكوني معاها. الناس دي كلها لا اتحمست شديد معي في الموضوع، مجرد قاعده بتاعت ونسه
اصحاب قاعدين انه يا اخي انا فكرتي كده كده، فكرت في كده كده، طب لا تفكري، ما نبدا في المشروع ده ونعمل، تجي قاعدين. ايوه، فهم نفسهم نفس الناس دعموني انه فكرتي تكون على ارض الواقع، نفس التيم اللي هو معاي، وان شاء الله ربنا يجعلهم لي سند دايما في الحياه واسندني بيهم كده واقدر اكمل حياتي. يا سلام، تكون المبادره لامه الشباب كلهم باذن الله يا رب. بدنا نتكلم عن شكل الدعومات اللي توجدت دي، وكل زول بيقدر يقدم شنو لحد ما الفكره دي بسهوله او بصعوبه وصلت وبقت على ارض الواقع. بعد ذاك كيف لقيت اقبال الناس؟ كيف تفاعل الناس مع لمسه ابداع؟ الفكره انه كل زول فينا قعد بيقول لي انه انا بفتش الموقع ناجره عشان نعمل فيه الحاجه دي، واللي بيقول لي انه انا حاعمل انصمم للحاجات للموقع، انه الترابيز تكون شكلها كيف، القعده شكلها كيف. جميل. اللي بيقول لي انه انا حاستلم الفي اي بي، حنعمل جزء في اي بي وجزء شنو ما بعرف دي. اللي بيقول لي انه نحن الفكره كانت بازار، فشويه شويه بقت فيها فعاليات، بقت فيها حفلات، بقى فيها تراث بتاع بلد خشه، بقى فيها انه الناس عايزه توصل منتجاتها للعالم. لانه لما نقول لك صناعه سودانيه، صناعه سودانيه كلام فارغ. لا، طب احنا عندنا شباب هنا فعليا بخيط وباليد شغل، انت ممكن يعني بعد عمر طويل تموت وتخليه هو راجع عايش، توارثه اجيالك يعني. فليه طب احنا ما نكون مع الحاجه دي، ونقدر انه نوصل للمجتمع انه الكواليتي بتاعت بلدنا عالي شديد، وانه فعليا بلدنا ممكن تنهض بالحرف اليدويه. يا سلام. انت لسان حال كل شاب الان وكان ذاك بالتابعين عندها مشروع لكن ما لقت اللي بيشجعها ويسند عشان تنزل لارض الواقع وتجد الطبيعه، او كمان ما لقت الشكل المناسب للدعم مشان ما تقدم بالضبط. مشروعه بالضبط. السؤال يعني من خلال هذه المبادره اتطرقت من خلال كلامك لعدد من الاقسام المختلفه، حتى انه شملت الفعاليات ومن ثم التراث السوداني، الفلكلور السوداني، حنجو في محور اخر، لكن كده لو عرفتينا عن الجانب النسوي في المبادره، يعني يشمل شنو من خلال المعروضات في البازار؟ طيب الجانب النسائي في قسم بتاع اكسسوري عندنا في الجانب النسائي، في قسم بتاع منحوتات، في قسم بتاع ميك اب ارتست، ديل يعني عديل ميك اب ارتست موجودين معانا متخصصين. ايوه متخصصين في الحاجه دي. في قسم بتاع بشره، في قسم بتاع طب اقول لك شنو، حنه، ده كله جوانب نسائيه. في قسم رسومات تشكيليه. اها، لكن السؤال يا داليا، كل الحاجات دي بتحتاج لمعدات كافيه، خلي جانب الحنه وكذا يعني الحاجات دي متاحه، لكن جانب البشره وجانب الاهتمام بالمظهر بالنسبه للمراه، الحاجات دي ما لقيتوا فيها صعوبه ولا اصلا كانت جاهزه ولا جاكم الدعم من قبل المحال المختلفه؟ لا، التيم ذاته المعاي دكتوره التجميل المعاي اسمها استاذ احسان، هي موجوده معي اصلا، واول ما فتحت الموضوع هي كانت موجوده وطوالي قالت لي انا معاكي في الموضوع ده. فهي اساسا بتاعه ميك اب ارتست. عندي دكتوره مزن، هي اساسا صاحبتي، اول ما طرحت عليها الفكره قالت لي اتس اوكي وانا معاكي جو تو هيد في الموضوع. فبقينا انه تلمينا كلنا. عندنا دكتوره سلمى، دي هي الاغرب، كانت السعوديه وجات مخصوص عشان الشغل. يا سلام. انه انا حقيف معاكم. هي بتعمل هير ستروك لمده سنه ونص، بتعمل رموش ثابته لمده 3 شهور، الحاجات بتاعت النساء دي. فهي جات من هناك، الحاجه دي ما كثيره في السودان يعني، ما موجوده في السودان بكميه واسعه، فهي وفرتها لنا للايفنت انه الحاجه دي حتكون موجوده ومتاحه للناس، فعن طريقي حقدر اعمل لهم الحاجه دي ان شاء الله. فكل واحده فيهم هي اللي بقت تقول لي انه انا بتاعت بشره هعمل لك خلطات واخدتها، بدل يجوني عياده يجوني عندك للايفنت، والوحده من غير ما تخش عياده لمقابله بقروش الشيء الفلاني تجي تشيل خلطتها من عندي. انا موجوده عندي بتحت الميك اب ارتست، هعمل الميك اب للبنات، اي واحده عندها يصادف في الثلاثة يوم عندها مناسبه هعمل لها بسعر اقل ما يكون انه انا اقدمه ليها. هي برضو دكتوره سلمى قالت لي انه انا هعمل الحاجه دي باقل الاسعار الموجوده للايفنت. فالحاجه دي مش سوق ودعايه، هم الحمد لله يعني عندهم دعايتهم، بس دي دعم للشباب. يا سلام. فممكن واحده اثناء هي ما شغاله تكون واحده واقفه وراها بتشوفها هي بتشتغل كيف، اخذت فكره، اخذت لمسه دقائق هي وقفت واخذت لها معلومه جديده، وممكن تكون حاجه تعمل لها مستقبل لقدام فعليا يعني مهما كان. من الاسماء دي كل زول مميز في مجاله قدر يقدم حاجه عشان ما يقدم خدمه للشباب. واحد من الاسماء دي هو رئيس للمبادره وبرضه مميز في جانب الاكسسوار، داليا. ف ليه الاكسسوار بالذات يعني؟ ومتين انت بديتي تتعلمي؟ حسيت انه ممكن يكون اضافه ودعم برضه من خلال فكرتك لمسه ابداع. الاكسسوار انا كنت بشوف صاحبتي اسمها شريهان بتكون موجوده جنبي وبتكون شغاله في الحاجه دي، فانا بعاين لها، بس ما حصل مره فكرت انه انا اخش في الحاجه دي. بحب الالوان فبقيت اختار لها اعمل ده مع ده، اعمل ده مع ده بس. فقامت قالت لي انت حتفضلي تختاري لي كده كثير ولا في شنو؟
طيب انت ما تحاولي اعملي معاي. فيوم زنقتني زنقه كعبه شديد، جابت الحاجات كثيره، قلت لي انا عندي بازار ما في حل، هتقعدي تعملي معي هتقعدي تعملي معي. فانا لقيت انه انا الكلام ده من 9 صباحا، انا لقيت روحي انه انا قاعده معاها لحد الساعه 10 وحاجه بالليل، انا شغاله معاها من غير ما احس وقاعده واحده. فلقيت ان الموضوع ده مسلي شديد بالنسبه لي، زياده على ذلك خليني انه انا بس ملهيه فيه وهو ما ملهيه في مشاكل دنيا ولا ضغوطات ولا غيره ولا غيره. فهي من اليوم ده قررت انه انت مرتاحه نفسيا في الحاجه دي، وانت هتصممي هتكوني قادره انك تعملي الحاجات دي كلها، هتكوني واقفه للحاجه دي. ففعليا بقت تدفعني هي انه انا لازم اصمم، لازم اعمل، لازم اسوي. فهي بقت في ظهري. زياده على ذلك انه لما جيت فكرت انا طالبه لسه واخر سنه لي، فقلت ان انا عايزه اعمل كذا كذا كذا. ماما قالت لي الجامعه خلصي، بعد تخلص اعمل اللي عايزه تعمليه. فجاه ابوي قال لا ما تقفي العائق، خليها تعمل حاجه اللي هي مريحه. شوية شوية اقتنعت، بتمشي مصر وتجي بقى تجيب لي ذات اكسسوري يعني خام وتقول لي اشتغلي. يا سلام. فشوية شوية الحاجة بقت، يعني صراحة أنا أبوي ما قادر أشكره، مهما شكرته ما حقدر، لأنه هو اللي وقف لي، هو اللي بقى سند لي إنه أمشي طيب، بكون صاحي منتظرني، بيضرب لي، بيفتح لي الباب، أي حاجة ممكن يكون بيعملها، يعني بدأت شوية شوية خلاص. بعد ذاك هي بقت على أرض الواقع إنه هي الزوارة دي بقى عندها شغل، عندها اسم، عندها ناس بيجي يطلبوا منا حاجات، فخلاص انا حخليها شويه شويه، لكن مهما كان الام ما عاد تبكيك. يا سلام، احنا والله بنحيي والدك احمد عوض من خلال صباح الشروق له، والتحيه هو مثال للرجل السوداني، هو دائما داعم جدا لاسرته. يعني لو تكلمنا عن جانب التميز، انت بديتي في المشروع ده والسوق يعني ما شاء الله في ناس خبرة في المجال ده أو كذا، لكن الزول لو عايز يتميز في طريقة التميز قد يكون صعب وقد يكون سهل. صعب بالنسبة للزول اللي دائما بينظر نظرة بعيدة إنه الحياة دي ما حتحصل على أرض الواقع، سهل بالنسبة للزول بالذوق الحياة ده عشان تنظر لأرض الواقع وتجد استحسان الناس. فشنو اللي بيميز داليا عن باقي السيدات يعني في تصميم واختيار اكسسوري بالنسبة للمرأة؟ أنا قبل ما أشتغل اكسسوري بلف السوق بشوف الحاجه اللي ممكن تكون ما متواجده صراحه، لانه انا في نفسي بحب اكون مختلفه، فما بالك انه انا اقدم اكسسوري للزبون او لطرف جاي ياخذ مني حاجه. فبمشي السوق بشوف الاشكال الموجوده، فبحاول انه انا لا الحاجات دي ما بعدين في مشكله السمر، فاكرين ان الالوان الشاين ما بتجي معاهم، بيقولوا لا بتكفلنا، بالعكس الالوان الشاين هي بتظهر ملامحك. فانا بقيت انه شغلي كله اغلبيته بيكون شاين، ناس برتغالي، ناس ما بعرف شنو، الوان الوحده لما تعينها في البدايه اللون ده صاخب شديد انا ما بقدر البسه، فلما تلبسه بتلقى انه فعليا ظهر ملامحها. فشويه شويه فكرتي البنات وصلت انه داليا الوان مختلفه اللي بتشتغل بيها، الوان شاين ومات في نفس الوقت. ثاني حاجه عندي الون بيس، فالون بيس ما في كثير انه هم بيشتغلوا بيها، يعني عموما في السودان ما في زول بتعمل اكسسوري هي القطعه الواحده. ايوه قطعه واحده تكوني لابساها انت بس، فإذا حصل ولقيتي زول لابسها فده ذلك إنه بعد تقليد لي. ليه؟ لأنه أنا بكون متأكدة إنه التصميم اللي أنا اشتغلته، حتى بخش اليوتيوب أو جوجل عشان أنا أشوف التصاميم الموجودة، أحاول من كل حاجة أخذ حاجة عشان أصمم لك حاجة أنت بس. فلما ألقى حاجة معمولة نفس حاجتي أنا بكون صراحة مرتاحة نفسيا إنه أنا في الغمة والناس بتقلد، فبكون عارفة إنه الحاجة دي مقلدة لشغلي ما أكثر، فبكون مبسوطة إنه طيب في ناس استفادت مني وعرفت فكرة وقدرت تعملها، فما بتضايق من حاجة زي دي، مبسوطة جدا منها صراحة. جميل. والون بيس بالنسبة لي هي اللي ممكن تكون اختلاف للناس، يعني ما ممكن تتطور 2-3؟ لا، لأنه السودانيات عموما النساء بالذات بيحبوا حب الامتلاك أكيد. فدي حاجة موجودة في المرأة السودانية معروفة، بتحب الحب والامتلاك. واحد الوحدة تقول لها طب ده حقك أنت براكي، خلاص حقك أنت براكي، فدي حتدفع فيه دم قضيبة عشان تكون لابسة التوب ده. هي بس الشغل ده اشتغله لي براي، ما في زول حيلبسه غيري، فحتسهر به وهي براي، يعني هي براي. ده حنقول لها فعلا احنا كلمة سودانية غاية. أيوة أيوة الحمد أيوة. لله. طيب الفعاليات كيف؟ لمسة الإبداع ذاتها موجودة وين؟ انتهت ولا لسه؟ من كم لكم الفترة؟ فكلمينا طيب شوية. لمسة إبداع الخميس الجاي يوم 21 حتكون، الخميس الجاي في ندى. حتبدا من الساعه 9، البازار بتاعنا حيبدا من الساعه 9 صباحا ل 9 مساء. حيكون في حفلات من 8. الكلام ده وين؟ الكلام ده في خرطوم 2 جنب بيت التراث، شرقي اوزون، هو في بيت التراث مش جنب، شرقي اوزون جوار بارادايس في خرطوم 2. فالفعاليات بتكون من الصباح
واليوم حيكون عندنا البازار حيتفتح من الصباح ده في الثلاثة يوم الحاجة العامة، لكن حيكون في اختلاف في شنو؟ انه اول يوم حنعمل تراث، اشكال بتاع التراث وحاجات حندخل في الحاجة دي، دلوكة ما بعرف شنو الحاجات البلدية التراثية حقتنا. بعد ذاك في فرقة يمنية مشاركة معانا، حيكون عندهم من خلالنا تصوير لهم اثناء ما هم بيأدوا في العرض اليمني عشان يترسل اليمن كدعم معنوي لهم. يا سلام. فزيادة على ذلك انه بنتهم ذاتها مشاركة معانا بلوحات حتكون معروضة عندنا. ده اول يوم. حيكون في حفلات من الساعة 5:30 عصر لحد الساعة 7:30. بعد الساعة حتكون بلمياء الفاضل، استاذ لمياء الفاضل، من الساعة 8 لحد 11 بالاستاذ احمد بابكر، احمد بركات، انا ما بعرف اسمه كان. احمد بركات. ثاني يوم الجمعه حيكون يوم تراديشنال خالص مختلف تماما، لانه حيكون من الصباح، تخيل منظر الجلاليب جايه خاشه عليك من الصباح، تفطر عندك شي عصيده وشويكه وكلكم، وانه تقدم اكل بلدي بالمندوله. يا سلام. سراج زمان. يا سلام. جيب لك العصيده وهنا ويكه وهنا ما بعرف نصين. طيب. هلالي زي ما بقولوا. بعدها حيكون في قلوه البن، حتطلع الناس الصلاه خطوتين، حتيجي راجعه قلوه البن حتشتغل، احساس انت قاعد في بيتك ومش بيت، الحوش الزمان السوداني اللي كان بيلم الناس اللي هسه ما في حاجه. طيب. بتكون ده الشيء الجميل اللي انتم عايزين تحكسوه. طيب على ذكر السودان المصغر الموجود عندكم انتم من خلال مبادره، حيكون العرض فقط محصور بالنسبه للسودانيين ولا عشان توصلوا الحي ده اكثر وترسموا صوره ذهنيه ايجابيه بالنسبه للسودان ويكون هذا التناسق وهذه الثقافة والبوتقة الموجودة في مكان واحد بالنسبة، هل قدمتوا دعوات مختلفة لأطياف مجتمع مدني مختلفة سواء كان داخليا أو خارجيا؟ أيوة. قدمنا إحنا صراحة مستهدفين الأجانب. السودانيين بالنسبة لهم عارفين التراث، ممكن الشباب القايم هسي، يعني أنا واحدة من الناس ممكن عرفت يا دوب أنا بجهز الحاجة دي عرفت أسامي حاجات كثيرة في التراث، فبرضو استهدفنا الأجانب. ليه؟ كجانب إنه إحنا فعليا مفروض يعرفوا تراث بلدنا من شرقه لغربه، يعرفوا وتسوقوا. ايوه. فاحنا استهدفنا الجاليات، استهدفنا سفارات، ملحقات بتاعت اجانب، يعني ما خلينا حته احنا ما طرقنا بابه زي ما بقولوا عشان نوصل فكرتنا. طيب في نفس السؤال ده، كيف نقدر نستفيد من الاجانب او الزوار من الخارج للمعارض دي غير انه يتعرفوا على موروثنا وارثنا؟ كمان انتوا تكون لفته ذكيه كده تسوقوا منتجاتكم وحتى المنتجات التقليديه السودانيه، الاختلاف دائما اللي بيدهش الناس وبيلقى القبول، فهل عندكم فكره زي دي ان هم من خلال وجودهم في البازار ممكن برضو عادي يشتروا ويتسوقوا معاكم؟ اكيد اكيد. يلا احنا صراحه السودانيين ما بيقدروا الشغل بتاع الهاند ميد، بس الاجانب لا بيقدروا شغلك، بعرف ان الحاجه دي فيها قاعده وقاعده حاره وانه انت شغاله فعليا تعبانه، يعني القطعه لو وديتيها له 1 دولار خلاص 100 دولار خلاص، ولا بناقشك فيها ولا بتكلم، لو قلت له الحاجه بكذا كذا معناها كذا بديك سعرك وبيمشي. السودانيين عشان موجودين زي ما بقولوا ما بيعرفوا قيمه الحاجه فعليا. الاجانب بالنسبه انه غير انه تراث البلد، القطعه لما تتشال من بلدك وتسافر برا فهو حيقول انه دي جبتها من السودان، دي الحاجة الفلانية في السودان اسمها كذا، فهو ما نشر ثقافتك بس لنفسه أو أخذ الثقافة لنفسه، هو نشرها حوله كمان في بلده. وحتكون معه يعني في أيوة. كل أي زول بيجي برضه بسوق له يعني. أيوه أيوه أيوه. فأي زول لما يجي السودان لما يكون ماشي السودان هيقول لي أنت لازم تمشي السودان، لازم في حاجة كذا كذا تمشي تشوفها، لازم في إيفنت بيتغام اسمه لمسة إبداع، فتش وأمشي شوف، حيكون عندهم حاجات جميلة من الحاجات اللي أنا اشتريت، من الحاجات اللي أنا شفتها، فدي حاجة للبلد. يعني جميل، الحياة جميلة بتسوي وبتعكس صورة ذهنية جميلة جدا. داليا محمد والله نحن سعيدنا بك جدا، وشكرا جميلا على كل جميل انت بتحاولي تقدميه وعلى كل رسالة عن السودان انت بتحاولي ترسليها لكل الناس. شكرا لك يا اخي. تسلم ان شاء الله يا رب، وانا كمان سعيدة بكم جدا. نحن مقدرين جدا، لكن كذا في عجالة، هل المعرض ده خاص فقط بالنسبة للشباب اللي هم في الجامعات او في سن الشباب، ولا ممكن يشمل برضو ايضا محيط المجتمع من سيدات هم عندهم مشاريع لكن ما قادرين يعرضوها يعني؟ اكيد احنا معانا سيدات كبار بزنس ومن في الحياة. على فكرة معنا يعني هم مش ما قادرين يعرضوا، هم عرضوا شغلهم برا حتى في السوشيال ميديا مغطين تماما، لكن فعليا هم معانا ومشغالين بشغلهم معانا وحيكونوا متواجدين معانا، ويعني
مصممات فعليا فاشن ديزاينر كبار شديد في البلد، ناس سارة جاك، ناس ديبا، ناس منو موجودين معنا ودعمين لنا، وحتى هم شغلهم عارضين لنا معنا يعني. داليا محمد عوض، نحن معاكم ان شاء الله في مشاريعكم القادمه رئيسه مبادره لمسه ابداع. كتر خيرك، شكرا ومقدرين. تسلم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله من خلال صباح الشروق حنحاول نشوف اكثر من نموذج للابداعات المختلفه عشان ما نتودس معه ونشوف وروده لهذا المجال، نشوف كمان قدر الابداع اللي عنده وكيف عاوز يقدمه للناس وكيف عاوز يقدم من خلاله صوره جميله جدا عن السودان.